نعتذر مشاهدي الكرام عن التأخير في موعد هذه النشرة التي نبدأها مع تسريب جديد لشباب التغيير بمخيمات تندوف. التسريب يكشف أحوال الساكنة خلال هذا الشهر الفضيل في ظل الارتفاع في درجات الحرارة وانعدام وسائل التغذية الكافية التي هي في معظمها في أيدي القيادة. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاب صحراوي من شباب التغيير. أود أن أطرح موضوعا في غاية الأهمية أمام الرأي العام الصحراوي والدولي. إننا نحن الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب الجزائر نعيش ظروفا مأساوية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتلخص فيما يلي: أولا، الارتفاع المهول لدرجات الحرارة في مخيمات لحمادة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 45 درجة مئوية، الشيء الذي يخلق حالات اختناق عديدة خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن. ثانيا، ضعف التغذية، حيث أن 95% من ساكنة المخيمات أصبحت تعيش فقط من المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية، والتي لا تكفي حتى لأسبوع واحد، وذلك في ظل الحصار المضروب على التجارة كمصدر للرزق وسد الحاجيات. أما 5% المتبقية من السكان فهم قادة البوليساريو وعائلاتهم، الذين لا تشملهم هذه الوضعية لأنهم يعيشون حياة الرفاهية والقناعة الفاحش. ثالثا، انقطاع التيار الكهربائي، والذي يزيد من تدهور أزمتنا، حيث أننا لا نستفيد من بعض آلات التبريد البسيطة التي تعمل بالكهرباء، ناهيك عن التعفن السريع للأقضية جراء تعطل هذه الآلات. بين أن ثمة جناحا خاصا بولاية بوجدور يسكنه قادتنا الأبطال، والذي لا يعرف مثل هذه الحالات نهائيا. رابعا، نقص حاد في الماء الصالح للشرب، إذ أن قيادة البوليساري وهي الوحيدة التي تقوم بعملية توزيع المياه، بحيث أن كل حي في الدائرة يستفيد من سهري الشاحنة كل أسبوع، ما يدفعنا في بعض الأحيان إلى استعمال وسائلنا الخاصة لجلبها من أماكن أخرى في ظل الحصار الذي تعرفه تجارة كزوار. مقتنون على حسابنا فهم دائمي الاستحمام باستعمال الرشاشات المائية. خامسا، وجبة الإفطار وتقتصر على الشاي والتمر والزريق بالنسبة للمواطن البسيط، الحليب وشتى أنواع الفواكه بالنسبة لقادة جبهة البوليساري والظالمة. وفي الأخير، أناشد جميع الصحراويين بمخيمات تندوف إلى النهوض والاعتبار هذا الشهر المبارك شهر النضال من أجل الإطاحة بالقيادة الفاسدة لجبهة البوليساري. وهذا، والسلام. المزيد عن هذا التسريب الجديد لشباب التغيير بمخيمات تندوف وكشفه للأوضاع المأساوية المعاشة في قراءة للزميلة فاتحة لمين. للتاريخ يحكي الرجل ويصف المأساة، مأساة مواطنين ببقعة لا يشملها النور، بل هي في أقصى حدود العتمة القاتلة، تلك العتمة التي انقضت معها الأماني. بكثير من الحرقة يدقق في الأحوال، فقر، جوع وعطش في شهر الصيام، شهر غفر فيه ما تقدم من ذنب. فهل لقادة يتمتعون بديار أوروبا ضاربين الحصار على مواطنين أبرياء من غفران؟ كل المبررات وجب أن تنعدم ليبقى الجواب لا مغفرة ولا ثواب. مخيمات تندوف بقعة من الأرض تجر وراءها تاريخا سجل بكامل أسفه أهوال الناس. هناك ينعدم كل ما يجعل الإنسان يفكر في أن يمكث طويلا، بل وحتى آدميتك أصابها شرخ. أما العيش الكريم فدخل دائرة المستحيل. في ذروة الحر انعدم الماء، وفي شهر رمضان هلك الطفل والشيخ والنسوان. يسجل التاريخ بخجل. بلد لا يبخل بمد المساعدات خارج حدوده، فيما شعب معزول يموت جوعا داخل حدود جغرافية جزائر التبجح. وبتندوف أرضها انعدمت الرحمة والتكافل، فوظف التغافل على حقوق إنسان جرد اصطفاءه الإلهي. مواطن يعيش بالعصور الوسطى عصور تناسب العصر البلوري لقادة وزعماء. يسجل التاريخ ما رواه الرجل.
أن مجموعة من المؤلفة قلوبهم يتلقون مساعدات لا تكفي لملء براد الشاي، فكيف بشهر كامل؟ كل هذه الأحداث يسجلها التاريخ. سخرت ضد المغلوبون أو البائسون أو ما شاء التاريخ من الأسماء، فإن التاريخ بالتأكيد سيذكر المغلوب فقط ولن يذكر بالجلاد. على كل، سيظل التاريخ رقيبا حتى على النجوى مع النفس، وسينشر غسيل من أساء لذرية آدم في عتمة الليل وأطراف النهار. فالتاريخ له الكلمة الفصل دائما، والعودة إلى جهنم ليس معناها نهاية الحساب. في الشأن الاجتماعي، انطلقت بالطنطان وعلى غرار باقي ربوع المملكة عملية إفطار رمضان التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عملية تقدم مساعدات غذائية للفئات المعوزة. عامل الإقليم تقدم جمع من المنتخبين والأعيان أشرفوا على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العملية التضامنية. حافظ محضار عبد الرحيم حاجي. ستة ألاف وثمانمائة مستفيدة من عملية إفطار رمضان بالوسطين الحضري والقروي بإقليم طنطانة. عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية انطلقت بكافة مراكز التوزيع من هذا المركز الرئيسي بالمدينة. المستفيدون تقاضروا على هذه النقطة للحصول على حصتهم من هذا الدعم المساعد على مواجهة الحاجيات الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل. سيدنا اللي مرة قال كلش للضعاف، وعاطي المعاقين، وعاطي العيالات أرملات، وعاطي كل شيء. الله ينصره، الله يغلبه على من عاده، نطلبوها لمولانا، الله ينصره. والحمد لله رانا فرحانين فرحانين بدش اللي عدل المالك في كل بلد، كل قليم حمدنا مولانا. بارك الله على هذه المؤسسة، واللي تم تعاونا معنا وتعاونوا مع المسكين، وكتشوف حالة المسكين، وتبارك الله عليهم. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا. هذه العملية الاجتماعية تجري هذه السنة وسط دعوات المطالبة بمضاعفة الحصص المخصصة للإقليم بقصد الاستجابة للطلبات المتزايدة للاستفادة من هذه المساعدات الرمضانية. هذه العملية تحتاج إلى تضافر الجهود وتعبئة مجموعة من الموارد من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة للفئات الفقيرة بمدينة طنطان خاصة، وأنها تعرف مجموعة من المتوافدين على نقاط التوزيع، والذي تعزز اللجنة الإقليمية عن تلبية طلباتهم. دعم غذائي إذن خلال شهر رمضان الأبرك يساهم في تعزيز ثقافة التضامن والتآزر في أوساط المجتمع المغربي. انطلقت يوم أمس بالعيون المجالس القرآنية الرمضانية التي تنظمها الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي. من مسجد مولاي عبد العزيز بالعيون، روبورتاج للسالك رحال والمحجوب كزيزة. المجالس القرآنية الرمضانية تعطى انطلاقتها يوم أمس من طرف الوحدة الإدارية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بالعيون. مجالس يتم تنظيمها بعد أداء صلاة الظهر تزامنا مع الشهر الفضيل. هذا النشاط يأتي كمظهر من مظاهر عناية أمير المؤمنين عز الله بالمساجد والقائمين عليها، فقد أمر حفظه الله تعالى بإحداث مؤسسة رسمية تعنى بشؤون القيمين الدينيين، وهي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين. أمر حفظه الله بإحداثها في شهر رمضان المبارك منذ 5 سنوات. ونطلب الله في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا من الرابحين فيه ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. من أكرمهم أكرمهم الله، ومن أهانهم فعليه لعنة الله. المناسبة كذلك تخللها تكريم للقيمين العاجزين عن مواصلة مهامهم، وأرامل للقيمين الدينيين المتوفين، كما تم تقديم جائزة عن أحسن حلقة لقراءة الحزب الراتب.
خلال هذا الشهر الفضيل يعرف ميناء العيون رواجا ملحوظا للأسماك بمختلف أنواعها، أسماك تعرض في ظل الإقبال الكبير للمستهلكين لاقتنائها والحرص على حضورها ضمن موائد الإفطار. روبورتاج في الموضوع لمحمد مصطفى خيا وإبراهيم جولي. في كل سنة يحل شهر رمضان المبارك تعرف خلاله مختلف الأسواق رواجا ملحوظا لمواد غذائية مختلفة. الأسماك هي واحدة من هذه المواد والتي يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من طرف المستهلكين، فتكون واحدة من المواد الأساسية الحاضرة على مأدبة الإفطار بشكل مستمر وأساسي. يكون واحد زيد شوية للعمل بحكم ظروف طلب ديال السمك كيكون كثير شوية، والثمن كيكون شوية مرتفع. الأمور مزيانة الحمد لله. كاين هنا كينقسموا الفليك دابا في هذا الشهر الكريم جوج ديال الاقسام، كاين الناس كيصيدوا الشباك وكاين الناس كيصيدوا الاخطبوط. وخلال هذه الجوله في ميناء العيون يتضح جليا وفره الاسماك المعروضه للبيع بانواع مختلفه. العاملون بهذا القطاع سجلوا ارتياحهم لمستوى الاسعار المعروضه بها الاسماك خلال هذا الشهر الفضيل، وايضا عامل الجوده الذي يلعب دورا اساسيا خلال عمليه البيع والشراء. من ناحيه البيع والشراء في رمضان تختلف على جميع على الايامات العاديه الاخرى قبل رمضان، حيت يكثر الطلب على الحوت وتيكون الجو وداك الشيء على حسب الاحوال الجويه. الا كانت الاحوال الجويه مزيان تيكثر الاسماك وتيكون فيها هبوط، اما الا كانت الاحوال غير ملائمه وداك الشيء تزداد الطلب وتزداد الثمن في الاسماك. ينصح الاطباء خلال شهر رمضان المبارك بتناول ماده السمك لما لها من ايجابيات هامه على صحه الصائم. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة لسالك رحال. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأخبار التي كتبت: انتفض شيوخ وعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي ذهب الجويرة ضد تعيين الاتحاد الأفريقي الرئيس السابق لموزمبيق جواكيم تشيسانو مبعوثا خاصا إلى الصحراء. وأكدوا في بيان لهم توصلت الأخبار بنسخة منها رفض أي حال من الأحوال التطور على سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الصحراوية. وأضاف البيان: إننا كشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة وادي الذهب الجويرة نعلن عن قناعتنا بأن أي حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء يبقى اختصاصا حصريا لمنظمة الأمم المتحدة. يومية الأحداث المغربية كتبت: تبادل المغرب ومصر رسائل الود في لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مسوار والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي استمع فيه السيسي إلى مضامين رسالة شفوية من جلالة الملك محمد السادس. وذكرت الأحداث المغربية بأن رسالة جلالة الملك إلى الرئيس المصري تضمنت تحية وتقدير جلالة الملك ومتمناته لمصر دولة وشعبا بأن تنعم بكل الخير والتقدم. الرئيس المصري بدوره حمل مزوار نقل تحياته وتقديره الكبير إلى جلالة الملك، مشيدا بما بلغه المغرب من تقدم اقتصادي وإصلاحات سياسية واستقرار في عهد جلالة الملك وحضور فاعل على الساحتين الإفريقية والدولية، مؤكدا أن مصر ترى في المغرب شريكا أساسيا لدعمها دوليا وإقليميا. يومية المساء كتبت في ملحقها الاقتصادي ليوم غد الاثنين: بشرى لمستخدمي البنوك بشمال وجنوب المملكة، فقد تقرر زيادة جديدة في أجور مستخدمي البنوك ابتداء من فاتح يوليوز الجاري. وذكرت المساء بأنه سيجري الرفع من الأجر ب600 درهم ابتداء من فاتح يوليوز الجديد لفائدة المستخدمين المرسمين إلى غاية 30 يونيو 2014 والمصنفين إلى غاية الدرجة السابعة بالبنوك. انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة جماعة الحماني من تلقضف الإبراهيم عن سن تناهز 60 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت الحسن أيت بومقوت. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس. سحب منخفضة نسبيا كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية خلال الصباح. الرياح ستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 18 درجة بكل من طنطان، سيدي إفني، قليميم وبوجدور، 26 درجة بطاطا وآسا، في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 40 درجة بطاطا
23 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما. طلوع الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:06، أما غروبها فسيكون عند تمام الساعة 7:46 إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: 40 درجة بكل من نواكشوط وتندوف، 39 درجة بباماكو، 32 درجة بنواليبو، مع تسجيل 26 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاث الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية forecast.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة هذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وفي أمان الله.